واحد بيقول ايه؟ اسمعوا واو واو من الوعي يعني. بيقول بعد المقدمة يعني، قمنا مجموعة من طلبة الصف الثالث سابقا بزيارة دير أبو مؤمر لنوال البركة أولا وأخيرا، وبالطبع حدثت مناقشة حول عدم وجود صور للقديسين وعدم ارتداء القرنصوة والصليب وأسرار الكنيسة، وكان الرد من الأب الراهب كالآتي. فكويس انك خدت ردود. بيقول ايه؟ واحد، حمل الايقونات القبطي ليس به صورة للقديسين. يعني لما كتب الطقس تقول على اليمين من الناحية البحرية صورة العذراء، وعلى الشمال من الناحية القبلية يوحنا المعمدان، والكاهن لما يخرج من الهيكل يبخر للعذراء على اليمين والسلام لك أيتها الحمام الحسن لآخره، ويبخر للشعب ويبخر للمعمدان السلام لك يوحنا ابن زكريا الكاهن ابن الكاهن، يبقى كل الطقوس دي ما كانتش موجودة، والبخور ما كانش موجود، والصور ما كانتش على حامل الأيقونات. دي جابوها منين دي؟ واحنا كلنا ماشيين غلط ما عدا دير أبو مار. نمرة اتنين، لو كلفنا قداسة البابا بارتداء القلنسوة لفعلنا ذلك، راح ترجعهم لما الكنيسة كلها لابسة هذه القلنسوة. هم مش عارفين دي ومش شايفين ده، حتى أديرة الراهبات لبستهم القلنسوات دي، بيلبسوها ده. ثلاثة، أما من جهة الأسرار والكلام لأبينا الراهب، وقد يعمل الروح القدس الصلاح على الراهب أن تدريك المياه السر، فهل كان من واجبنا الرد مع فارق الرتب كعلمانيين؟ لا أبدا، ينبغي أن نطاع الله أكثر من الناس، وهم آباء، يعني أكمنهم آباء، يبقى لا تناقشهم. مع العلم أنه يتصل به أو بهم بعض الحاضرين ويبغلغونهم ما يجري في المحاضرات. الكلام اللي بقوله في المحاضرات بشهود كثيرين من المئات من الحاضرين، وبأعطي فرصة لكل من يسأل أن يسأل بكل حرية وبدون خوف، ما بقولوش اسمك ايه، بيسأل زي ما عايز. احنا يهمنا فكر مع فكر، عشان كده احنا بنتردد كثيرا في نخلي الإكليريكية بالامتثال، لان اللاهوت اخده رد واقتناع، مش مجرد كلام تقراه وتصمه وتحفظه سواء كنت مقتنعا به او غير مقتنع. احنا بنديكوا فرصة عشان تقتنعوا، اللي مش مقتنع بيسأله من جوه. في الحاجة الوحيدة اللي بتساعد على الانتساب إذا وجدت فيديو كونفرنس، بحيث ممكن من بعد يسمعوا الكلام ويناقشوا، أو تعطى لهم المحاضرات ويبقى الفيديو كونفرنس لمجرد الأسئلة، أو تقدم لهم مع المحاضرات الإجابات على الأسئلة.